السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه يا احبابنا؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان، طبعا شهر رمضان شهر جميل وكله خير وبركة وله طعم كده جميل. اي نعم، هو جاي السنة دي في زمن الكورونا، بس يعني الحمد لله على كل حال، كل ايام ربنا حلوة. يعني بقى عايزين نتكلم شوية عن روحانيات الشهر ده، ان الشهر ده شهر جميل وشهر قدير، وان احنا بما اننا قاعدين في البيت مجبرين عشان الظروف العالم اللي هو فيها دلوقتي، يبقى احنا دلوقتي ما ايه يعني يكون استغلالنا رمضان استغلال كويس وجيد، احنا ما نضيعش اوقاته في كلام فاضي بقى ومسلسلات وغيرها ويبقى كده ضاع مننا الشهر. لا، احنا مثلا نستغل، طبعا هو شهر القرآن، فاكيد لازم يبقى القرآن له نصيب كبير من الشهر بتاعنا ده. لازم يبقى ليك ورد يومي او ليك ورد يومي من القرآن، اقل حاجة مثلا جزء، ما يجيش عن جزء عشان حتى تختم في الثلاثين يوم يبقى مرة، لكن مثلا ما يجيش رمضان وتخرج منه ما تكونش ختمت ولا مرة، يعني بصراحة تبقى صعبة أوي يعني. فيفضل كمان تختم أكتر من مرة، يعني ده جزء ليلي اللي هو أقل حاجة خالص. وبعدين بما إنك كده كده أو بما إن كده كده قاعدين في البيت، فخلاص يعني كده تمام. كمان ممكن كمان يعني الناس اللي بتكون مش فاضيين ومش عارف ايه وورانا مسؤولين، انت ممكن على اول ما تصحى من النوم على طول يعني الفجر، وقت الصبح ده بيبقى وقت فاضي، تكون بادئ يومك اقرا، ابدأ يومك بالقرآن، خلص وردك الصبح بدري، وعشان لو اتشغلت بقية اليوم خلاص بقى انت تكون خلصت وردك الصباحي من القرآن وخلاص، وبقية اليوم بقى تشتغل تسبيح، سبحة كده إلكترونية ولا حاجة، أو مسبحة أو على إيديك، وتشتغل بقى تسبيح بقى الله أكبر كده طول النهار كده، الصلاة على النبي واستغفر كده، استغفر لك يجي بتاع 1000 مرة ولا حاجة، وصلاة على النبي 1000 مرة، ياه، وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وايه تاني؟ واللي هي لا اله الا الله، اللي هي بقى الايه الذكر بقى اللي هو المطلق، اللي هو الذكر اللي بيتقال طول اليوم ده، طبعا بعد ما غير الاذكار اللي هي العامه اللي انت بتقراها ديت، غير بقى اللي هي اذكار الصباح والمساء، طبعا تقراها برضو، اذكار الصباح والمساء دي لها اجر عظيم، فبرضو تحاول او تحاول ان برضو ما تفوتكوش. وبما ان رمضان بقى فيه الاجر مضاعف، فنحاول كده، بكلم نفسي قبل ما بكلمكم، ان احنا ما نضيعش الفرصة فيه. طبعا قاعد كده على السطح. البط بقى مش صايم يا جماعة، معلش. ايه، مفيش البط ولا بيسمع لي ولا ايه؟ مفيش حد بيسمع لي؟ البط ولا بيسمع؟ البط قاعد مستمع لي اهو. بس بقى، فهو شهر رمضان شهر جميل، شهر بديع كده، حاجة حلوة خالص يعني، حاجة حلوة خالص خالص خالص، فياريت بقى نستغله يعني وكده، ويبقى شهر جميل. هو طبعا شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، فالعشر أيام الأولانيين في أوله مغفرة، أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فربنا يا رب كده يرزقنا الثلاث حاجات دول كده فيه، ونبقى خارجين كده مغفور لينا، ويبلغنا ليلة القدر، فهي ليلة خير من 1000 شهر، ونطلع من رمضان ده يكون أحسن رمضان في حياتنا كلها. وبس كده، وكل سنة وانتم طيبين، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. كان معاكم إبراهيم السيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.